استشهد فتى فلسطيني اليوم خلال عدوان لقوات الاحتلال جنوب الشرق محافظة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب 3 فلسطينيين من بينهم طفل، واعتقل 3 آخرون في عملية اقتحام الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة. في وقت سابق تظاهر عشرات الفلسطينيين تنديدا بالاستيطان المتوغل في الأراضي الفلسطينية، في حين قامت قوات الاحتلال بتعزيز قواتها لمحاولة قمع التظاهرات.